استعرضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية خلال اجتماعها برئاسة صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة المذكرات القانونية التي أعدها السادة المستشارون أعضاء اللجنة حول رئاسة بعض الأحزاب والخلافات بداخلها. حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية دكتور مفيد شهاب ووزير الداخلية حبيب العدلي وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة.